السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامة إخوانا على سرر متقابلة. أحبتي، نعمة الهداية نعمة لا تعدلها نعم، النعمة التي إذا فقدناها كل النعم لا قيمة لها، وإذا تملكناها فهي تعدل النعم كلها. نعمة الهداية نعمة عظيمة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا من يستحقها. إذا رأى الله العبد يريد ويبذل ويصدق ويخلص في طلب هذه النعمة أعطاه الله وفتح عليه أبواب سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن انتبه، ترى الذي أعطى من حقه أن يأخذ، من حق الذي أعطى أن يأخذ. إذا لم تقدر هذه النعمة وتعرف لها قيمة، ذم الله أقوام ما عرفوا قيمة النعم ولم يستغلوها الاستغلال الصحيح. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال الله عن بني إسرائيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. إذا لم تعرف النعمة وقيمتها فمصيرها إلى الزوال. وأي نعمة أعظم من نعمة الهداية؟ ماذا قال الله عن الكفار يوم لم يملكوا هذه النعمة ولم يبذلوا من أجل هذه النعمة؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، النتيجة والنار مثوى لهم. ليش؟ لأنهم افتقدوا نعمة الهداية. اليوم أيها الغالي كم نبذل من أجل هذه النعمة؟ ماذا أعطينا حتى نري الله تبارك وتعالى أننا نستحق هذه النعمة؟ قارن فيما أعطوا، قارن في تضحيات القوم وفي بذلهم وعطائهم حتى تعجب الله من صنعهم وأفعالهم، بل زكاهم الله وهم يسيرون على الأرض، إلا للأفعال التي فطروها والأقوال التي صدقوا الله فيها وهم يريدون نعمة الهداية. اسمع، لا زال الطريق أمامنا طويل، ولا زال إثبات الصدق في الطريق مطلوب. الله قال عنهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، كل في سبيل إيش أيها الغالي؟ تهجير وتشريد وخوف وتقتيل وتعذيب واضطهاد، كل في سبيل إيش؟ كل في سبيل الهداية، كل في سبيل الهداية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم فقط؟ لا، لكل من سار على طريقهم، لكل من سار على دربهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
يختلفون عننا كثير أحبتي. كانت لهم نظرة في هذه الحياة بعيدة الأمل، بعيدة الأمل، ساروا في الدنيا وقلوبهم معلقة فيما عند الله تبارك وتعالى. يقول أحدهم: أحب أولئك الذين يمشون في الأرض وقلوبهم معلقة في السماء. أحب أولئك الذين يمشون على الأرض وقلوبهم معلقة في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تعال قبل أن ننطلق ننظر في حياة واحد منهم كيف أثبت وصدق مع الله. إنه الصديق. وما أدراك ما الصديق؟ حياة وعبر وصور لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد. مرتبة الصديقية أيها الغالي مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة، أعلى من مرتبة الشهداء وأدنى من مرتبة الأنبياء. قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تعال نتأمل في وقفات في حياة ذلك الرجل العظيم، كيف أثبت أنه من الصادقين. أولها جاءه الناس يقولون له إن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يفعل هذا الفعل. القلوب التي لم تؤمن بأن أمر الله بين الكاف والنون ما تستطيع أن تعي مثل هذا القول. لكن الصديق أول من أسلم وأول من بايع قال: أو قد قال؟ قالوا: نعم. قال: صدق بلا جدال ولا شك في أن الذي قاله صدق. قال: أو قد قال؟ قالوا: نعم. قال: صدق، نصدقه فيما أعظم من هذا، نصدقه فيما أعظم من هذا، نصدقه أنه يأتي خبر السماء، ألا نصدق أنه أسري به ثم عرج به إلى السماء؟ فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم الأيام تثبت صدق الصديق، تثبت مدى صدق هذا الرجل وهو يسير في طريق الهداية. تعال أيها الغالي، الهداية مش مرتبة، الهداية ليست مرتبة بل هي مراتب. كل ما أعطيت أعطاك الله، كل ما بذلت بسط لك الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من جاءني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ثم يثبت صديقيته يوما بعد يوم. تخيل رجل مطلوب حي أو ميت، رجل مطلوب حي أو ميت، النبي صلى الله عليه وسلم يوم اتفق الكفار على أن يضعوا فدية ويهدروا دمه بين القبائل، رجل مطلوب حي أو ميت، إيش تعني مرافقة هذا الرجل؟ تعني الخطر، الموت بعينه، الموت بعينه تعني مرافقة هذا الرجل. ثم لما علم بأمر الهجرة يأتي باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصحبة، الصحبة. يقول عمر: والله ما حسدت الصديق على شيء كما حسدته على يوم الهجرة. كيف أثبت الصديق أنه رجل من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ حياته كلها لله، النفس كلها لله، الوقت كله لله، كل ما يملك كله سخره لدين الله تبارك وتعالى. فلما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والموافقة استر وجهه. رجل يعرض نفسه للهلاك المحتم الأكيد يفرح؟ سبحان الله. فلما ساروا في طريق الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من فعله: تارة عن يميني وتارة عن شمالي وتارة من أمامي وتارة من خلفي. قلت: ما أمرك، ما أمرك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أتذكر الرصد. اسمع، رجل يحمل هم، الرجل يحمل قضية، يعيش من أجل قضية، يريد لهذا النور أن يتم وينتشر.
قال يا رسول الله أتذكر الرفض فأخاف عليك، أخاف عليك، ما أخاف على نفسه. قال إن أنا أهلك يهلك رجل واحد، إن أنت أهلك تهلك البشرية كلها. إذا أنا أهلك يهلك رجل واحد، إن تهلك أنت تهلك البشرية كلها، فداك أبي وأمي يا رسول الله. في الغار، في الغار خائف ليس على نفسه ولكن على صاحبه، على حبيبه، على صاحب الدعوة، على النعمة المهداة والرحمة المسداة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا ومواسيا: يا أبا بكر كيف أنت باثنين، كيف أنت باثنين، الله ثالثهما. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ معه ومع صاحبه. سبحان الله. ثم الأيام والمواقف تثبت صدق الرجل، تثبت أنه يستحق بحقيقة أن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: منافسات بيني وبين هذا الرجل لم أستطع ولا مرة واحدة أتغلب عليه، ولا مرة واحدة تغلبت عليه. يقول: أمرنا بالصدقة يومين، فقلت في نفسي يعني عمر: لأصنعن صنيعا اليوم ما صنعه الصديق، لأفعلن فعلا ما فعله الصديق. فجاء بنصف ماله. تظن القضية سهلة؟ نصف الممتلكات، نصف الحلال. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله، أنفقت النصف وأبقيت النصف الآخر. يقول: فجاء الصديق، جاء الصديق بماله كله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. اسمع الصدق أيها الغالي، اسمع، الحياة كلها لمن؟ الحياة كلها لمن؟ للذي أعطاها، للذي خفض ورفع، للذي أعز وأذل، للذي يحيي ويميت. الحياة منه وإليه، يحب لله، يبغض لله، يعطي لله، يمنع لله. العمر كله مصروف من أجل الله ونصرة دين الله. قال له: إيش أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت الله ورسوله، ثقة بما عند الله تبارك وتعالى. قلت: يعني عمر، تبا لك يا عمر، مثلك ينافس الصديق؟ يقول: رأيت منه عجبا يوم تولى الخلافة، رأيته يصلي الفجر ثم ينطلق بعد الصلاة في ناحية من نواحي المدينة، تتبعته وين يذهب بعد كل صلاة. فدخل بيتا من بيوت المسلمين، دخل بيتا من بيوت المسلمين مكث فيه ثم خرج. يقول: دخلت من بعده فإذا بامرأة، قلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: عمياء حسيرة كثيرة. قلت: ومن هذا الذي يدخل عندكم؟ قالت: والله ما أعرف، ما تعرف أنه خليفة المسلمين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يعني عمر، ماذا يصنع عندكم؟ قالت: يكنس دارنا ويحلب شاتنا ويصلح إفطارنا ثم يذهب، ثم يذهب. اسمع الأسرار التي بينهم وبين الله، اسمع الأسرار التي بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قلت: يعني عمر، لأسبقن الصديق من الغد. يقول: جئتها قبل صلاة الفجر، قبل الصلاة قالت لي: لقد سبقك صاحبك، لقد سبقك صاحبك. الله قال عن أولئك الرجال صفات عجيبة أيها الغالي. قال الله: يوم فرج همومهم، يوم فرج همومهم وكشف غمومهم، قال الله عنهم صفات عجيبة. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اسمع المنافسات والمنافس والمسابقات على ماذا تكون أيها الغالي. اليوم انقلبت الموازين وانقلب السباق، انقلب السباق. كانوا يتنافسون على البذل والعطاء في إثبات من الصادق أمام الله، واليوم ضعف مثل هذا، مثل هذا التوجه وهذا الصدق. اليوم أحوج ما نكون والله أيها الغالي أننا نقرأ في سير أولئك الرجال ونقول: كيف استطاعوا؟ أقول: إن كانوا استطاعوا نحن أيضا نستطيع، أليس المصدر واحد؟ أليس المنبع واحد؟ ثم الأيام تثبت من هم الرجال. فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر، فلو صدقوا الله
لكان خيرا لهم. اليوم الأزمات والنكبات تتوالى على هذه الأمة يمنة ويسار، كل يوم مأساة وجرح جديد ودماء تنزف وأعراض تستباح. أعظم مصيبة مرت على هذه الأمة مصيبتها في نبيها صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. متى يعرف الرجال؟ في الشدائد. أعظم مصيبة مرت على هذه الأمة فقدها لنبيها صلى الله عليه وسلم لما مات بأبيه وأمه. هاج الناس وماجوا حتى أصبحوا كقطيع الغنم بلا راعي. عمر صاحب البأس الشديد، عمر الفارس الصنديل، لم يستطع القيام على رجليه. قام في وسط المسجد يقول: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لأقطعن رقبته، إنما هو ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيعود. من قال والله لأقطعن رقبته. وكان الصديق خارج المدينة، فلما جاء وسمع الأخبار والأحوال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسجا على فراشه مغطى بأبيه وأمه، فكشف الغطاء وقبل ذلك الجبين الزاهر الطاهر، ثم قال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة والله أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يكتب عليك موتة أخرى. طبت حيا وميتا. ثم الوضع في الخارج اضطراب اضطراب. هاج الرجال وماجوا بفقد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم اليوم في تلك اللحظة في أمس الحاجة إلى رجل حتى يستعيدوا وضعهم وأحوالهم. فخرج إليهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأجلس عمر فأبى الجلوس، فصعد على المنبر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاطمأنت نفوس الناس وهدأت. يقول عمر: والله كأننا ما سمعنا بتلك الآية إلا في تلك الساعة أول مرة تقرأ علينا. فلما قرأ عليهم تلك الآيات لكأنهم سمعوها لأول مرة. لقد قال الله معزيا هذه الأمة بنبيها حين قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه فيما قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله أيها الغالي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا رأى الله في الرجال صدق ثق تمام الثقة أن نصر الله قريب، النصر ما يحتاج إلى كثرة، النصر يحتاج إلى صدق مع الله تبارك وتعالى. اسمع، لا زال الصديق يثبت صديقيته في طريقه إلى الهداية. قال: الآن مصيبة عظيمة، فقد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الوضع الذي أحاط بالمدينة، الأعراب ارتدت وامتنع من امتنع عن دفع الزكاة، فارس والروم تقيس الأمور ويقولون فيما يقولون: لقد مات قائدهم، نهجم عليهم هجمة واحدة لا تقوم لهم بعد اليوم قائمة، من الأوضاع أيضا جيش صغير جهزه النبي صلى الله عليه وسلم للخروج قبل وفاته، وأذن له بالخروج وبارك له في الخروج. الآن أمرهم
شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم. جمعهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال أشيروا علي، فتكلم عمر وقال فيما قال، قال نصبر على أولئك الذين امتنعوا عن دفع الزكاة ما داموا يقيموا الصلاة، ثم يبقى جيش أسامة في المدينة لحمايتها من الأخطار التي تهددها يمنة ويسرى. تكلم عثمان قال نفس الكلام، وتكلم علي وقال نفس الكلام رضي الله عنهم أجمعين. لكن صاحب النبي في الغار، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كان له رأيا آخر، كان له رأي آخر ملهم من ربه تبارك وتعالى. قال أما جيش أسامة فيمضي لما أمره الله فيه، من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نساء النبي في المدينة، الأطفال والصغار، من يحميهم؟ قال من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ البقية الباقية من الرجال في المدينة ترابط في المسجد استعدادا للخروج لمقاتلة أولئك الذين ارتدوا عن دفع الزكاة. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم قال مقولة عظيمة ليتنا فهمناها، قال أينقص الدين وأنا حي؟ من جعل الدين اليوم مسؤوليته وهمه وشغله الشاغل بالليل والنهار؟ أما ترى يمنة ويسرة التقصير في أمور الدين؟ أما ترى أيها الغالي تقصير الناس في دينهم يمنة ويسرة؟ من الذي جاءت في قلبه الحرقة والألم الذي جاء في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ أينقص الدين وأنا حي؟ خرج جيش أسامة وألقى الله الرعب في قلوب فارس والروم، والمدينة خالية من الرجال، لأن الله تكفل بنصرة من ينصر، أن ينصر أولئك الذين ينصرون. الله قادر أيها الغالي، الله قادر في لحظة واحدة يغير موازين القوى في الكون كله، ولو شاء الله لانتصر منهم، لكن القضية امتحان وابتلاء. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، القضية ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى. يقول رجل بعد أن مرت هذه الأزمة وعاد المرتدون إلى دين الله وحفظ الله المدينة وكللت مسيرة زيد أسامة بن زيد بالنجاح والتوفيق وبدأ الدين يقوى وينتشر، بعد حين بعد عودة الجيوش من مقابلة المرتدين دخل رجل المدينة ووجد عمر يقبل رأس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول لولا أنت لهلكنا، لولا أنت لهلكنا. قدم الدين أيها الغالي، قدم نصرة الدين على كل أمر. هكذا حال أولئك الذين صدقوا مع الله في مرتقيات العبودية مع الله تبارك وتعالى، حياتهم كلها لمن؟ لله، لله. فالهداية أيها الغالي نعمة عظيمة من نعم الله، كل النعم الأخرى لا تعدلها ولا تساوي إلى جانبها شيئا. إذا فقدت نعمة الهداية والله لا قيمة للحياة، لا قيمة للحياة إذا فقدت نعمة الهداية. لكن ماذا بدلنا حتى ننال هذه النعمة العظيمة؟ أين التضحيات؟ أين البدل؟ أين الصيام والقيام؟ أين بذل الأنفس والأموال من أجل دين الله تبارك وتعالى؟ لا أيها القاني، الدين عهد وميثاق بيننا وبين الله. من أعظم صفات المؤمنين، من أعظم صفات الصادقين، وفاؤهم بعهودهم مع الله تبارك وتعالى. وأي عهد أعظم من العهد الذي بيننا وبين الله؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اليوم أنا أذكرك بعهود ومواثيق، بعهود ومواثيق تمت بين هذه الأمة وبين نبيها، وبين نبيها حين ناداهم الله أنهم اشترى وهم باعوا كل شيء بثمن غالي أيها الغالي. في أواسط أيام التشريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع فئة من المؤمنين أتت من المدينة، تشاورت هذه الفئة فيما بينها، قالت إلى متى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعذب ويضطهد؟ آن الأوان أن ينتقل إلى المدينة، آن الأوان أن يأتي إلى المدينة.
فالتقى وإياهم وتم الصفقة. اليوم نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه الصفقة وهذه البيع. تعال، الدين ليس دينهم هم فقط، هو ديننا نحن أيضا، والماضي امتداد للحاضر. البيعة تمت معهم أيضا معنا، لأن الرب واحد والدين واحد والنبي واحد والثمن واحد. اسمع البنود البيعة، اسمع بنود البيعة. قام العباس وتكلم، وكان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. قال: إن محمدا في منعه وعزه من قومه في قومه، ولكنه أبى إلا اللحاق بكم، فإن كنتم تظنون أنكم ناصروه وموفوا له ببنود البيعة فأنتم وما بايعتم، وإلا فاتركوه فإنه في عزه ومنعه. قال الرجال: انتهيت؟ قال: انتهيت. قالوا: يا رسول الله تكلم، وخذ لربك ولنفسك ما شئت. فقرأ عليهم القرآن ثم ذكرهم ببنود البيعة. أولها النفقة في العسر وفي اليسر، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذه أول بنود البيعة. ثانيها النصرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسمع والطاعة في العسر وفي اليسر، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أزركم، يعني نساءكم، نصرة وبذل وعطاء وحماية. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، بيننا وبين القوم، يعني اليهود أحفاد القردة والخنازير، بيننا وبين القوم عهود ومواثيق، إن نحن قطعناها ووفينا لك ببنود البيعة، إيش لنا؟ قال: لكم الجنة. قال: لكم الجنة. قالوا: مد يمينك نبايعك. فقام أصغر القوم، قام أصغر القوم أسعد بن زرارة يذكر القوم، تعالوا، مبين لهم خطورة هذه البيعة. قال: يا قوم، تدرون على ماذا تبايعون؟ ترى القضية ليست بالقضية السهلة، ليست بالقضية السهلة. قال: أنتم تبايعون على التشريد من الديار، وعلى هدر الدماء والأموال، وعلى ترميل النساء. فقام أصغر القوم يبين خطورة البيعة، التشريد من الديار، وعداوة القاصي والداني، ترميل النساء، تيتيم الأطفال. ترى القضية قوية وصعبة، إن كنتم تظنون أنكم ستوفون له ببنود البيعة فبايعوا، وإلا ذل الدنيا وخزي الآخرة. قال: انتهيت يا أسعد؟ قالوا: نعم. قالوا: مد يمينك نبايعك. ثم يثبتون صدقهم في الحال بعد ما تمت البيعة، يقولون: يا رسول الله، إننا أهل حق، ورثناها كابرا عن كابر، ولئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، ولئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. من أول الأمر يثبتون ويبينون أنهم على أتم الاستعداد للبذل والعطاء مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. ثم الأيام تثبت صدق الرجال، المواقف والظروف. أول امتحان تمتحن فيه تلك الفئة القليلة الصادقة، في أول امتحان تمتحن فيه تلك الفئة الصادقة، يوم خرجوا لملاقات القافلة لاسترداد بعض أموالهم التي ذهب بها الكفار في مكة. أرادوا العير فإذا هم يلاقون النفير، أرادوا القافلة فإذا هم أمام جيش عرمرم. اختلف الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على النصرة في المدينة، اليوم هم خارج المدينة وفي ظروف غير الظروف التي كانوا يتوقعونها، لكن الرجال على أتم الاستعداد مهما كانت الظروف. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الموقف وتبدل الحال، قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر وأبدع في الكلام، تكلم عمر، تكلم المهاجرون وأبدعوا في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يريد رأي المهاجرين، يريد رأي من؟ الأنصار. كفة المعركة ستقع على عاتق من؟ على عاتق أولئك الرجال، هم الذين سيتحملون ثقل المعركة. فقال سعد بن معاذ الذي ابتز له عرش الرحمن، قال: كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تقصدنا في هذا الكلام وفي هذه المشورة، لقد آمنا به وصدقناك واتبعناك، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، فوالله للذي أخذته أحب إلينا مما تركت.
عادي من شئت وسالم من شئت، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. والله لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال لرميناها، ما تخلف منا رجل واحد. والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. القوم يثبتون أنهم أهل مسؤولية، أنهم أهل صدق مهما كانت الظروف. الظروف كانت شديدة على الرجال أيها الغالي، ومع هذا ما تكاتل الرجال. والله يخاطبهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرض فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليش؟ ما الحكمة من مداولة الأيام وتقلب الأحوال؟ ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ القضية في أولها وفي آخرها قضية صدق مع الله أيها الغالي. نعم أيها الغالي، واسمعي أنت أيضا، اسمعي أنت أيضا أيتها الغالي، كما نحن اليوم بحاجة للصادقين، نحن أيضا بحاجة للصادقات، في أمس الحاجة للأمهات التي يرضعن أبناءهم حب الإسلام مع أول قطرة حليب في أفواه الأطفال. نعم، ربي الأطفال على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيهم. فأنت مربية الأجيال وصانعة الأبطال. فخلف الرجال العظماء من؟ نساء عظماء. وما كان للرجال أن يقوموا بالأدوار المناطة إليهم إلا لأن خلفهم نساء على قدر المسؤولية، نساء على قدر المسؤولية. خديجة بنت خويلد، امرأة تحمل هم وتحمل هم ومسؤولية كبيرة، هم الدعوة وهم إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. تقول عائشة: ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة، لله ذرها، لله ذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن دورها العظيم: دور تلك الصادقة التي سارت في منازل الهداية والعبودية. يقول عنها: آوتني يوم طردني الناس، أعطتني من مالها يوم حرمني الناس، نصرتني يوم خذلني الناس. فلا عجب يأتي جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرأ خديجة من ربها السلام، وقل لها إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. اسمعي أيتها المؤمنة، بإيش وصلت خديجة لتلك المرتبة العالية؟ كيف وصلت لتلك المرتبة حتى يقرئها ربها تبارك وتعالى السلام؟ إلا لأن حياتها كانت لله، ما حملت هم دنيا ولا هم موضة ولا هم آخر الصيحات، همها نصرة الله ونصرة دينه. امرأة عظيمة، أم سليم، امرأة تحمل هم الإسلام. يتقدم لها أبو طلحة تقول له، وهي تعلم أنه رجل عظيم، تقول: والله ما فيك عيب، ليس فيك عيب غير أنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولم يكن الله ليجعل للكافرين على المؤمنين سبيل. تسلم أقبل بك زوجا. ما قالت: أريد مهر مئات الألوف ولا أريد ذهب وفضة، أريد إسلامك مهرا لي. لله درها، تعلم أنه رجل عظيم، وأن بإسلامه مكسب للإسلام وللمسلمين. مثلك ما يرد غير أنك كافر وأنا مسلمة، ولن أقبل لي مهرا إلا الإسلام. فيسلم ويحسن في إسلامه. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة، يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش عندي خير من ألف فارس. صوته هذا فقط كيف إذا صال وجال؟ من خلفه؟ أجيبي أم سليم، على ماذا نربي أبناءنا اليوم أيتها الغالية؟ على ماذا نربي أبناءنا اليوم أيتها الغالية؟ يقول ابن قدامة: كنت في فلسطين أكلم الناس وأحثهم على الجهاد وأبين لهم فضل الشهادة في سبيل الله، فجاءتني امرأة يوم خرجت من المسجد قالت لي: يا أبا قدامة، ذكرت الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة في سبيل الله، والله يا ابن قدامة إن أبي مات في الجهاد وزوجي مات في الجهاد وإخوتي ماتوا في الجهاد، والله يا ابن قدامة لو أن الله كتب الجهاد على النساء لخرجت مجاهدة في سبيل الله، والله يا ابن قدامة لو أن الله كتب الجهاد على النساء لخرجت مجاهدة في سبيل الله. يا ابن قدامة مات زوجي في الجهاد وترك لي صبيا هو في 16 من عمره الآن في ضيعة
يعني مزرعة يرعى ما لنا وحلالنا. اسمعي اسمعي، تقول علمته القرآن، علمته القرآن وسنة نبيه، علمته الرماية وركوب الخيل. أسألك بالله يا ابن قدامة تأخذه معك إلى الجهاد، فإنه هدية مني إلى الله، فإنه هدية مني إلى الله. يا ابن قدامة هذا شعري، قصة شعرها، شكالة شعرها، قالت خذها علقها على فرسك، أريد أن يصيبها غبار في سبيل الله. لله در النساء في ذاك الزمان، همهن نصرة الله ونصرة دينه. يقول ابن قدامة، يقول ابن قدامة فتأثرت بكلام تلك المرأة. في اليوم الثاني اشتريت دابتي وانطلقت إلى أرض الجهاد، فإذا وأنا في الطريق إذا بصوت يناديني: يا ابن قدامة انتظر، يا ابن قدامة انتظر. يقول فالتفت خلفي فإذا بصبي صغير، طفل صغير. قلت: أين أمك عنك؟ أين أمك عنك؟ قال: ما عرفتني. قلت: من أنت؟ قال: أنا ابن صاحبة الشكال، أنا ابن صاحبة الشكال، ولقد أقسمت علي أمي ألا أرجع، أقسمت علي أمي ألا أرجع. قالت: خذ بثأر الإسلام وثأر المسلمين، إياك ثم إياك أن يراك الله مقصرا في حقك، إياك ثم إياك. وأسأل الله، أسأل الله أن يجعلك شفيعا لي عنده يوم القيامة. يقول ابن قدامة فبكيت متأثر بكلام من؟ غلام في 16 من عمره. اسمع على ماذا يتربى الشباب، اسمعي أيتها الغالية. يقول: يوم اقتربنا إلى أرض المعركة وبدأنا الاستعداد، رأيت منه عجب العجاب، قوام بالليل قوام بالنهار. يوم اقتربت الصفوف والتحمت صال وجال، تارة الميمنة وتارة الميسرة، صنع فيهم الأفاعيل. ما كنت أتوقع ذلك الصبي يصنع مثل تلك الأفعال، حتى قتل وخر شهيدا أحسبه والله، وكان سببا في نصر الإسلام والمسلمين. يقول: رجعت، رجعت وجئت إلى بيتها وأنا أقول في نفسي: ماذا أقول لها، ماذا أقول لها؟ فقلت لها: أبشري بالذي يسرك، أبشري بالذي يسرك، لقد تقبل الله الهدية، لقد تقبل الله الهدية. فاسترجعت وحمدت الله وأثنت عليه بما هو أهله، وقالت: الحمد لله، الحمد لله الذي أقر عيني بموته في سبيل الله، اللهم اجعله شفيعا لي عندك يوم القيامة، اللهم تقبله مني واجعله شفيعا لي عندك يوم القيامة. اسمع يا رعاك الله، اسمع يا رعاك الله، على ماذا تربي النساء الرجال؟ اليوم نحن في أمس الحاجة إلى مثل تلكم الأمهات التي يربين الرجال والأطفال على حب الله ونصرة رسوله، لأن الرجال ما يستطيعون أن يقوموا بالدور إلا إذا كان خلف الصفوف نساء، نساء يقومون بالمسؤولية مهما كانت، مهما كانت الظروف، مربية للأجيال وصانعة للأبطال، والمقاتلة إذا دعت الضرورة والحال، ومقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. يقولون في السيارة في إحدى مغازي الشام، في إحدى مغازي الشام إذا بفارس ملثم بلثام أخضر يصول في القوم يمنة ويسره، قال أحدهم: والله ما أرى هذا الفارس إلا خالد بن الوليد. يقول: إذا بخالد بن الوليد عن يميني، قلت: سبحان الله، من هذا الفارس، من هذا الفارس الذي صال وجال؟ يقول: ثم انغمس في القوم في الروم وغاب فترة ثم خرج والدماء وثيابه ملطخة بالدماء، فناداه خالد: أيها الفارس اكشف عن لسانك حتى نعرف من أنت. فانطلق بعيدا عن القوم. يقول: فقلنا له: ويحك أيها الفارس، أميرك يناديك فلا تستجيب. فلما دنا منه خالد قال: من أنت أيها الفارس؟ فردت عليه بصوت الأنثى، فردت عليه بصوت الأنثى، قالت: مثلك ما يعصى يا أمير، يا أمير، يا أمير المؤمنين، مثلك ما يعصى أيها الأمير الجليل، ولكن أنا من بنات الصدور، من بنات الصدور وأصحاب الخدور. قال: من أنت يا رعاك الله؟ قالت: أنا خولة بنت الأزور، أنا خولة بنت الأزور، مربية للأجيال وصانعة للأبطال والمقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى رجال أصحاب همم، في أمس الحاجة إلى نساء أيضا في مثل أمثال أولئك النساء. ترانا ما ننظر للكثرة أيها الغالي وأيها الغالي، ما ننظر إلى الكثرة، ولكن ننظر إلى نوعية الرجال،
والنساء، فلن تقوم لهذا الدين قائمة إلا على أكتاف رجال ونساء تربت أنفسهم على تقوى من الله ورضوانه. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ قال الله في تلك الآية التي اشترى فيها وباعهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر الله صفاتهم: التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. اسمع الصفات: توبة وعبودية وسياحة في الأرض من أجل إعلاء كلمة الله. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. بشرهم بتلك البيعة التي بايعوا الله فيها: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عقبات تعترضهم؟ نعم، عقبات تعترض الصادقين والصادقات، نعم، لكن متى ما عرف الصادقون والصادقات معنى إياك نعبد وإياك نستعين تجاوزوها مهما كانت العقبات. يأتي خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تدعو لنا وقد زاد أذى قريش عليهم؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مصورا امتحان القوم من قبل، كان يؤتى بالرجل ينشر بالمنشار مفرق رأسه ما يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بمشط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. اسمع مقدار الابتلاء والعقبات التي كانت بين الرجال وبين طريق إثبات صدقهم، لكنهم تجاوزوها، تجاوزوها يوم عرفوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. العقبات كثيرة، وكل يوم تظهر عقبة، كل يوم تظهر عقبة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فهل نحن منهم؟ أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. تعال في الأخير، إيش اللي يرفع الهمم؟ ما الذي يرفع الهمم ويقودها إلى ما قاد أولئك الرجال؟ أقول أعظمها القرآن، أعظمها القرآن. خلق جيل عجيب أيها الغالي، الكتاب العظيم خلق جيلا عظيما، هو سرهم والله، سر تلك النقلة العجيبة في حياة أولئك الرجال هو القرآن. اسمع، إذا انفتحت عليهم أبواب الدنيا تصبروا بما عند الله، تصبروا بما عند الله إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل أهل الهمم العالية على بعضهم بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قريب ثم تهدنية، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم اسمع النداء لمثل هذا: فليعمل العاملون. إذا لم يكن مثل هذا النداء
وهذه الآيات ترفع الهمم. أسألك بالله إيش يرفعها إن لم يكن هذا الخطاب الإلهي الرباني بهذا الأجر العظيم يرفع الهمم إلى ما عند الله؟ إيش يرفعها؟ يرفعها أيضا سير القوم. سير القوم أيها الغالي ترفع الهمم. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرجة من أصحاب العاهات، إعاقة، لكن إعاقته لم تمنعه أن يكون من أصحاب الهمم العالية. أما قال الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أليس هو من أهل الأعذار؟ يوم أحد يحتج أبناؤه فيه، يقول لهم أخرج، يقولون ما تخرج، قال أخرج تحرموني الشهادة، فاحتجوا به عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله يحرموني الشهادة والله لأطأن بعرجة الجنة. اسمع النفس والهمة العالية، والله لأطأن بعرجة الجنة. وكان من شهداء ذلك اليوم أيها الغالي. مش هي الهمم العالية التي قادت القوم، حتى النساء أيتها الغالية همم عالية. أم عمارة يسألها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم دارت الدوائر على المسلمين، فر من فر وثبت من ثبت، ومن الكوكبة التي ثبتت امرأة ضعيفة في جسدها قوية في إيمانها، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم التفت يمنى أم عمارة تذود عني، التفت يسرى أم عمارة تذود عني، أقول لها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني. قالت أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. اسمع الهمم، اسمعي، قلوب القوم معلقة في الجنة، ما حالك بينها وبينهم زينة الدنيا وزخرفها، لأنهم يعلمون ماذا يريدون، صدقوا ما عاهد الله عليه. اليوم نحن في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى أصحاب الهمم العالية من النساء والرجال. اليوم أعراضنا تنتهك ومقدساتنا تستباع ودماءنا تراق في كل مكان. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، كم طفلة هي بينها وبين أمها، كم تقطعت أشلاء وأبدان، كم يشتكي صناديد الرجال وهم أسرى وقتلى فلا يهتز إنسان، وطفلة يقودها العلج للمكروه مكرها، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب، إن كان في القلب إسلام وإيمان. إذا لم ترتفع الهمم اليوم متى ترتفع؟ ليش ترتفع حين وتفتر أحيان؟ ليش ما ننطلق انطلاقة وحدة إلى الله، ركضا إلى الله بغير زاد، غير التقى وعمل المعادي والصبر على الله في الجهاد، وكل عمل عرضة للنفاد إلا التقى والبر والرشاد. إن لم تكن سير أولئك الرجال ترفع الهمم، إيش اللي يرفعها عجب؟ ثم مصاحبة أهل الهمم العالية ترفع الهمم. فإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرداهم فتردى مع الردي، والمرء على دين خليله. هذا معسكر حادي الأرواح تحت شعار التائب حبيب الرحمن. أول عربون في طريق الهداية هو التوبة إلى الله، هو التوبة عما سلف وكان، والإقبال على الله بوجه جديد وقالب جديد وعطاء جديد. الحياة مع الرحمن حياة جديدة أيها الغالي، حياة غالي. أقول الباب مفتوح لمن أراد منكم أن يتقدم أو يتأخر، والله يبسط يده بالليل وبالنهار ليتوب هذا ويتوب ويتوب هذا. الله 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 الله، نري الله منا صدقا، فالله قادر أن يقلب موازين القوى في الكون هذا كله في لحظة أو أقل من ذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لكن إذا رأى الله أننا نستحق تمام الثقة أن نصر الله قريب، يوم يرى الله أن الجهد الذي نبذله يساوي ذلك الثمن ثق تمام الثقة أن الله يغير موازين القوى وينصر من نصره.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، أن يجعلنا من الصادقين وأن يحشرنا معه، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وأهلنا ونساءنا بسوء.